تافر فرص، يجب ان يكون هناك تافر فرص في المدرسه. هناك كذلك معنا اليوم بطبيعه الحال الثانويه الاعداديه ابن سينا شان اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 الثانوية الإعدادية ابن سينا ورشات تتعلق بمدرسة الجودة للجميع. هذه الورشات شارك فيها تلميذات وتلاميذ المؤسسة قصد تجسيد تصوراتهم وتمثلاتهم حول هذه المدرسة، مدرسة الانفتاح، مدرسة تكافؤ الفرص. كل هذا يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات قانون الإطار 1751، حيث احتضنت المؤسسة هذه الورشات التكوينية لفائدة التلاميذ والتلميذات في إطار المشاورات الوطنية التي تستهدف الرقي بالجودة داخل المؤسسات التعليمية. والأكيد أن هذه الورشات كان لها النتائج التي كنا نصب إليها وحققت المردودية في المستوى الرفيع، وبالتالي نشكر جميع المساهمين في هذه الورشات وفي هذه الأنشطة المستمرة داخل فضائية الثانوية الإعدادية ابن سينا، ونضرب الموعد إن شاء الله تعالى في نشاط آخر. جاء المؤسسة من أجل إغناء النقاش حول برنامج التعليم، هذا البرنامج اللي كيهدف لإصلاح التعليم والرقي بها، وكنشكروا الإدارة اللي منحت لنا هذه الفرصة هذه.